وقبيل انطلاق المؤتمر التقى رودي جولياني المستشار القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، وجرى خلال اللقاء تباحث حول آخر التحولات على المشهد الإيراني، منها توسع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في العاصمة طهران ومختلف المدن الإيرانية. وفي بيان نشره الموقع الخاص لزعيمة المعارضة الإيرانية، أكد جولياني إن الإدارة الأمريكية أعلنت أن النظام الإيراني قد اختطف السلطة من الشعب الإيراني، وأكد أن رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية شددا عدة مرات على أن هذا النظام هو نظام فاسد، وأن الشعب الإيراني هو أول ضحايا هذا النظام.